كأنه لم يكن يكفي هؤلاء أن يكونوا ضحايا لمرض الفشل الكلوي، حيث صاروا مؤخرا عرضة للإصابة بكوفيد-19 والذي بات يتهدد حياتهم أكثر من أي وقت مضى. طبعا تتفاقم مشكلة مرض الفشل الكلوي بجانب مرضهم بسبب وباء مرض الكورونا، هذا ينتشر بشكل كبير بين مرضى الفشل الكلوي بالنسبة لأن مناعتهم ضعيفة جدا، فنرجو من المنظمات الإنسانية الاهتمام بهذا الموضوع وعدم التساهل لكي ننقذ حياة المرضى، كما أن نحن الكادر معرضين لهذا الوباء والخطر الإصابة، نريد من المنظمات الإنسانية وفاعلين الخير النظر بهذا الموضوع والاهتمام وعدم الإهمال. هنا في قسم الغسيل الكلوي بهيئة مستشفى الثورة يؤكد القائمون عليه تسجيل 11 حالة إصابة بكورونا من مرضى القسم، بينهم 6 حالات وفاة وخمس حالات في الحجر المنزلي، فيما تشير بعض المعلومات إلى أن نسبة المصابين في تزايد مستمر، حيث يتعرض نحو 250 من مرتادي القسم إلى خطر الإصابة بالفيروس إذا ما استمر التعامل بهذه الطريقة مع الانتشار. تم اكتشاف 10 حالات مصابة بالفيروس أول أمس، وأمس تم إبلاغنا بحالة جديدة، 6 وفيات خلال 30 ساعة من اكتشاف المرض، حالتين من الممرضين مصابين بالفيروس، الوضع في تزايد، لدينا حالات مشتبهة كثيرة، نطالب الجهات المعنية بسرعة التدخل، المنظمة الدولية، محافظة المحافظة، وزارة الصحة، حيث أن احنا لا نستطيع أن نقدم أي شيء في ظل غياب الإمكانيات التي يتطلبها المركز من حيث توفير وسائل الوقاية الشخصية ومواد التطهير والتعقيم، وأيضا نحن بحاجة إلى أن يقوم فريق الاستجابة الطارئة بفحص جميع الحالات المتواجدة في المركز والعاملين في المركز حتى نتمكن من عزل الحالات المصابة وتقديم خدماتنا بشكل أفضل ونتمكن من الحد من انتشار هذا الوباء، حيث وأن الآن الحالات المصابة بفيروس كورونا أصبح عوائلهم مصابة بنفس الأعراض، والموضوع كارثي إنساني، وأعتقد أن الموضوع قد خرج عن السيطرة. انعدام مستلزمات الوقاية وشحة إمكانات القسم يتسببان بحدوث حالة من الرعب في أوساط المرضى والعاملين معا، كما أن تجاهل نداءاتهم من قبل منظمة الصحة العالمية والحكومة بتوفير المستلزمات الطبية والوقائية يفاقم من حجم المعاناة. تفشي فيروس كورونا بين أمراض الفشل الكلوي وانتشاره وسط المرافق الصحية في ظل انعدام مستلزمات الوقاية أسباب قد تدفع بالقائمين على المركز لإغلاقه وتوقف خدماته، ما لم تسارع الجهات المعنية والمنظمات الإنسانية العمل على إنقاذ هذه الشريحة التي تكالبت عليها الأوبئة والحميات إلى جانب أمراضهم المزمنة. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.